هذا قاعدة ذكرها لكنها غلط. قاعدة هذه اللي غلط هو يعني دارجة على ألسنة الناس الأصل في الأشياء الإباحة، هذا ما هو صحيح. التقعيد الصحيح أن يقال الأصل في المنافع، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، يعني لا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة.